سفيني أن أقول يؤسفني أن أقول يؤسفني أن أقول أنني لست فخورا بأن أكون جزائريا وأنا أعرف بأن 1000 دينار يجيب لكم 30 درهم. يوم كانت الأيام أيام كان دينار الجزائري يلزم فرانك و25 باش تشتري دينار جزائري. كان دينار الجزائري يلزم درهم ونص باش تشتري دينار الجزائري. اليوم تاخذ معك 1000 دينار باش تشتري 30 درهم مغربي. هذا لا شك تقصير من دولة وسياسة غير حكيمة من الدولة، ولكن لا شك ولا شك ولا شك، وكل واحد منكم يتحمل المسؤولية نتاعو، لا شك أنكم كلكم مشاركين في هذا التدهور، كلكم مشاركين في هذا التدهور. ما جيتش مشيت لكم باش نربح أصواتكم، ما جيتش نتملق ولا ندلق باش تصوتوا عليا. جيت نقول لكم الحقيقة على بلادكم والحقيقة على نفوسكم، والآفات الكبيرة تبدأ دائما بالآفات الصغيرة. الآفات الكبيرة تبدأ دائما بالآفات الصغيرة. سياسة المخدرات، سياسة الترابندو، سياسة السوق السوداء، سياسة المافيا، ما فيش واحد يعلمنا حاجة عليها، وموجودة مع الأسف في الحدود مع الأشقاء في المغرب، وموجودة مع الأسف في الحدود مع الأشقة في تونس. ما بين المغرب والجزائر القدود